ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. صابر يتلقى الإشارة، صابر يسجل، الصابر يعطي الأفضلية الآن للمنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام، اشرب يا وليد اشرب، لازلنا في بداية الركلات الترجيحية فعلا. هنا الكل يترقب، الكل يترقب، الكل يترقب. ياسين، يلا ياسين، يلا ياسين. بابلو سارابيا، هذا بابلو على فكرة أفضل من يجيد ركلات الترجيح. بابلو سارابيا أفضل من يجيد تنفيذ ركلة الجزاء، ولكن إن شاء الله يجيبها ياسين، إن شاء الله يجيبها ياسين، إن شاء الله يجيبها ياسين. إذا بابلو سارابيا يسعى لتنفيذ الركلة الأولى للمنتخب الإسباني. بابلو ياسين، كورتك ياسين، إن شاء الله كورتك ياسين، إن شاء الله كورتك ياسين. بابلو ياسين، ضاعت، ضاعت الأولى للمنتخب الإسباني، ضاعت الأولى للمنتخب الإسباني. مشاهدينا الكرام، برافو ياسين، غطى الجهة اليسرى، برافو ياسين، غطى الجهة اليسرى، تجلي الوجهة الصحيحة، الكرة تلمس القائم. 1-0، 1-0 للمنتخب المغربي. لان الركلة الثانية من سينفذ، الركلة الثانية من سينفذ. مشاهدينا الكرام، زيش، حكيم زيش يستعد لتنفيذ الركلة الجزاء باليسرى. زيش، أوناي سيمون، ودعوات الجماهير في استاد السمامة. يتلقى الإشارة، زياش يتقدم، زياش يسجل جول، يسجل جول زياش. 2-0 الآن، 2-0 الآن للمنتخب المغربي، 2-0 لأسود الأطلس. هذه الإعادة سدد القوة في منتصف المرمى. برافو، برافو يا زياش، برافو يا زياش، برافو يا زياش. هذه كرة الهدف الثاني. تنفيذ الركلة الثانية، سولير، سولير يسعى بالتنفيذ. يلا يا بونو، يلا يا بونو، يلا ما تحشمناش يا بونو، يلا ما تخيبناش يا بونو، يلا يا بونو، يلا عزيزي بونو، يلا يا حبيبي بونو، يلا يا كبير يا بونو. كورتك يا بونو، كورتك يا بونو، كورتك يا بونو، كورتك يا بونو. برافو، 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 برافو. أمور لن تنتهي بعد، لن تنتهي بعد. في الركلة الثالثة للمنتخب المغربي، بدر بنون، بدر بنون يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء الآن. يلا يا بنون، ما حشمناش بونو، ما خيبناش بونو، قلت هذه كورتك يا كبير، كورتك يا كبير. بونو، بنون الآن، بونو، بنون، بنون يتقدم، بنون، بنون. غير معقول يا بنون، غير معقول يا بنون. في كرة كان ممكن تجي هدف. أنا تفاجأت حقيقة بنون ينفذ ركلة الترجيح، تفاجأت أن بنون ينفذ ركلة الترجيح وأوناي سيمون اتجه للمكان المناسب. معلش، 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 معلش يا بنون، معلش. يجيب ان شاء الله بونو، يجيب ان شاء الله بونو، يجيب ان شاء الله بونو، يجيب ان شاء الله بونو. بوسكيتس يسعى لتنفيذ ركلة الجزاء. بوسكيتس، بوسكيتس، بونو، يلا يا بونو، يلا مرة أخرى، نطمع في المزيد يا بونو، نطمع في المزيد يا بونو، نطمع في المزيد يا بونو. بوسكيتس يتقدم، بوسكيتس يتقدم، بوسكيتس وبونو، 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 بونو، 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 وبونو يا بونو. الله عليك، الله عليك يا بونو، الله عليك يا بونو. جول، جول، جول. بونو ما يخيبناش يا سادة يا كرام، أنا قلتها، ما حشمناش بونو. يا كبير، يا كبير، يا كبير.
يقربنا للحلم، يقربنا للحلم، يقربنا للربع. يلا لم يتبقى الكثير، لم يتبقى الكثير. حكيمي، حكيمي الآن يستعد لتنفيذ ركلة الترجيح. يلا يا حكيمي في الشباك، يلا يا حكيمي، قولوا يا رب، قولوا يا رب. حكيمي إن شاء الله يجيبها، حكيمي إن شاء الله يجيبها، حكيمي إن شاء الله يجيبها. صافرة تأتي، أشرف حكيمي يستعد، أشرف يستعد، أشرف جول 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 جول. الله يوصل. تضحية من أسد المغرب. تقرير: أمرابط شارك مصابا ضد إسبانيا في كأس العالم. زعم تقرير صحفي مغربي منذ قليل اليوم الثلاثاء النجم السفيان الدين أمرابط يشارك رغم إصابته أساسيا ضد إسبانيا في مباراة تجمع بينهما من دور 16 في منافسات كأس العالم قطر 2022. المنتخب المغربي تمكن من فرض التعادل السلبي على إسبانيا في أول 45 دقيقة من موقع ثم نهائي كأس العالم. وأشار موقع لو 360 المغربي إلى أن سفيان أمرابط يعاني من إزعاجات على مستوى الظهر أجبرته على الذهاب سريعا إلى المستشفى من أجل الحصول على مسكنات ألام مع الإجراء من المزيد من الفحوصات الطبية. وخذ أمرابط قائد إسبانيا مصابا لكي يزال، لكن ذلك لم يمنع صاحب 26 عاما من تقديم مستويات جيدة أمام فريق المدرب لويس إنريكي.